ازيك يا معلم؟ في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا في فيديو جديد وحلقه جديده، والتريلر اللي احنا هنعمله رياكشن النهارده هو التريلر الثاني لسه نازل حالا بالا فعلا طازه، لسه نازل النهارده طازا. الله اعلم بقى لما نيجي ننزل الحلقه بقى يعني هننزل الحلقه امتى، فساعتها بقى مش هيكون طازه يعني، بس هو لسه نازل طازه النهارده وانا قاعد يعني. وهو التريلر الثاني او الاوفيشال تريلر 2 بتاع واحد من الاهم افلام المرتقبه على الاقل بالنسبه لي انا، وهو الجزء الثالث لسلسله افلام اكس، وهو فيلم ماكسين. قبل ما نبدا الحلقه اتمنى انكم تكونوا عاملين سبسكرايب للشانل بتاعتنا، لان ده يا جماعه ده بجد حقيقي بيساعدنا جدا، واللايك والشير للحلقه ويلا بينا. فيلم ماكسين هو الفيلم الثالث في سلسله افلام اكس وبيرل، وعندنا بعد كده ماكسين اللي المفروض هينزل السنه دي في 2024 في 5 يوليو او 5 جولاي اللي هو المفروض الشهر الجاي يعني، ان شاء الله باذن الله وعليكم خير. الله اعلم بقى هو هينزل في مصر ولا لا، لان تقريبا على ما اتذكر يعني اكس وبيرل الجزئين اللي فاتوا ما نزلوش في مصر، فغالبا الله اعلم ده هينزل في مصر ولا لا برضو. انا بصراحه من محبين سلسله افلام اكس بصراحه كان حلو جدا، بيرل كان علا كمان على فيلم اكس، اتمنى كمان ماكسين يعلي على اول جزئين، لان بصراحه يعني لو الفيلم ده برضو طلع حلو بصراحه ده ممكن يطلع بالنسبه لي على الاقل واحد من افضل افلام التريلوجي بتاعه افلام الرعب اللي دايما بتبهرنا شركه A24 كالعادة. الفيلم ده احنا كنا عاملين له على فكرة تريلر رياكشن على ما اتذكر من شهرين او ثلاث شهور مش فاكر، بس شهرين على ما اظن يعني، وبصراحة التريلر كان عبقري عبقري عبقري، وتقريبا على ما اعتقد النسبة ترقبي ليه كانت الفيلم ده لما اعطيته في التريلر لما جيت عملت له تريلر رياكشن تقريبا if I'm not mistaken كنت مديله 9/10 يعني. فالله اعلم التريلر ده انظامه، هل التسعة من عشرة دي هتقل ولا هتفضل زي ما هي او هتوصل 10/10؟ اللي برضو للناس اللي عارفاني هنا على القناة مفيش تقريبا مفيش على ما اظن تريلر اديته 10/10، مش عارف اذا كان ده اديته 9/10 ولا 10/10 والله ما انا فاكر يعني، بس يعني اديته رقم كبير جدا كنسبة ارتقاب ليه فيلم ماكسين يعني. لسه عامل دبل تشيك دلوقتي على التريلر رياكشن انا كنت عامله بتاع الفيلم ده، نسبة ترقبي كانت 10/10، وده تقريبا اول فيلم على ما اعتقد يعني في القناة كلها عملت له نسبة ترقب 10/10 يعني. ف معرفش هل بقى التريلر ده هيغير رأيي في فيلم ماكسين ولا لا، هل التريلر هيكون لسه زي ما هو، برضو عايزين نفصص برضو هنشوف لو في حاجة تستدعى ان احنا نتكلم عنها او مفيش فهنشوف يعني. طبعا كالعادة ما شفتش التريلر ولا مرة، هشوفه معاك دلوقتي اول مرة ماكسين اوفيشال تريلر 2، يلا بينا. Got blood on our hands now. Ain't the way to have this show business. You never work in this town. Maxine, what are you hiding? We've made it to the belly of the beast. Pay for your sins. It's America's new scream queen. Fucking minx. اولا هو مبدئيا اوفيشال تريلر صغير شويه، تحس ان هو قالب شويه كده على تيزر مش قالب على اوفيشال تريلر، بس برضو انا مبسوط، انا برضو ما عنديش شك ان نسبه ترقبي ليه برضو هتبقى 10/10 برضو. بس انا بصراحه يعني عشان برضو اكون صريح يعني، التريلر اللي كان قبل ده او الاوفيشال تريلر احنا كنا عملنا له تريلر رياكشن قبل كده، بصراحه التريلر كان عالمي يعني، كان فيه كده اليمنت بتاع الميوزك بتاع الثمانينات هو موجود برضو في التريلر ده، بس كان مخدوم اكتر في التريلر اللي كان قبل ده يعني. بس انا برضو ستيل عند ترقبي، نسبه ترقبي للفيلم ده زي ما انا كنت قايل قبل كده هو 10/10 برضو، واتمنى ان انا اتفاجئ وهنشوف بقى حلم ماكسين ان هو اتحقق بعد كده، بقت ممثله مشهوره وسيريال كيلر وبتاع، وفي باتس موتيل، في باتس موتيل بقى في الموضوع، الناس المحبين لفيلم سايكو والكلام ده كله، في حاجه جامده في الفيلم ده انا متاكد، انا عندي احساس ان خصوصا بيرل بالذات، بيرل الجزء الثاني انا كان فاجئني جدا عكس اكس يعني، اكس انا عجبني بس بيرل عجبني اكتر بكتير جدا، البرفورمانس دورها في فيلم بيرل كان اقوى بكتير جدا من فيلم اكس، لانه باي ذا واي بيرل يعتبر البريكول بتاع فيلم اكس يعني، اكس الجزء الاولاني بيرل الجزء الثاني، بس احداث بيرل بتيجي قبل فيلم اكس وده الجزء الثالث عادي جدا يعني. بس زي ما انا قلت نسبه ترقبي للفيلم ده برضو ستيل 10/10، ده هينزل الشهر الجاي ان شاء الله باذن الله في 5 جولاي او 5 يوليو، معرفش بقى الله اعلم هينزل في سينمات مصر ولا لا يعني،
اتمنى انه ينزل في سينمات مصر، بس حتى لو نزل في سينمات مصر للاسف هيتقص منه كتير يعني كالعاده. بس ما عنديش اي حاجه ثانيه اقولها عن فيلم ماكسين. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوف فيديو ثاني قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لايك وشير لو الحلقه عجبتكم. ما تنسوش برضه تعملوا سبسكرايب للشانل الثاني اسمها هومالون وتيك تو، هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا فولو لايك على فيسبوك وتيك توك وانستغرام برضه هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.